طبعا هنا جينا هنا هجره مسجلين مع مفوضيه وقاعدين في قرقارش وطبعا نحبونا ودقونا ودونا السجن وسجنونا وزي ما شايفين هسه يعني هنا كلنا هنا والله في واحدين جاي الليله جاي من السجن ومبارة جاي من السجن وفي نسوان عندهم اولاد وعنينا طبعا مكسرين ويعني كل العام دي معانين والله يعني هنا طبعا السبب اللي يعني هنا دارين يعني اجراء فوري اقلاع فوري من كل الهته العامنا لي سنتين في ليبيا هنا لي سنتين ثلاث سنين قريان لين 10 ايام قاعدين هنا ولا مويه ولا شراب ولا اكل ولا اي حاجه لين ملزمه داخل واحد ما يدخلوش داخل يدخل السوريين يدخل الحبش يدخل الاريتريين ما خششونا بكل ابد ولا لي سنتين ولا مساعدات ولا شيء ولا اخذت ولا لي سنتين ما اخذت شيء Thank you.